انا سمحوا لي انا ملي كنت رئيس ديال الحكومه قلت للوزراء وزراء عندك سحبك راه وزير سهله قلت لهم راه ما كاينش اللي ياخذ شي طوموبيل اكثر من 45 مليون وانا والله ما شريت شي طوموبيل ملي كنت رئيس الحكومه خديت الطوموبيل اللي كان فيها السي عباس الفازي كنت كنسيركولي بها اتصفت لي سيدنا واحد السياره مصفحه حسب قناعاته هو وفهمه هو وحطيتها بقيت كنشوف فيها بحال العجب الشهر ما قربت ليها كتخلع عاد تشجعت بديت كنركب فيها ملي كملنا استرجعوها وعطاوها للسي سعد الدين العثماني وعطاوني انا سياره الله يخلف عليهم اش بغاو اش بغيتيهم بغيتيهم نعاود نرجع نركب لكم في ذاك الارناف راه ما عندي مانع خصكم تعرفوا واني الا جاب الله سبحانه وتعالى وهذه هديه ديال سيدنا دوك واسجتيل دوك واسجتيل واش غنحمقوا واش يعني حنا وجهنا غير ديال الزلط هذا ملك كريم راه هذيك السياره اللي عطاني ماشي ديال الدوله ديالو شخصيه الله يجزيه بخير وحنا باقيين كنتمشوا فيها الى الان ولهذا الاخوان ديالنا خصكم تفهموا انه هاد الناس اللي جاوا في اول فرصه اذا ما قدروش يقوموا بالواجب ديالهم وما قدروش يقوموا بالواجب ديالهم لانه كيف قلت لكم باش غادي يطلع هاد الاحرار كان عندها 46 لا 37 من 37 ل 102 او بزاف 37 ولا 6 بحال انت ولا ال 102 كيفاش؟ ما يمكنش وخذوا كل شيء رئاسات الجماعات رئاسات البرلمان يلا سيدي وريونا حنت يديكم حنا ما نتمناو لكم غير الخير ولكن ما يمكنش الله لا يصلح عمل المفسدين قلنا احنا الوزراء ديالنا ما كانش اللي يفوت الطوموبيل عنده 45 اكثر من 45 مليون قال لهم السي الوفا الله يرحمه قال لهم الله بقى معكم هذا السي بن كيران تتوليو جاي للديوان الملكي بشي كار وكيجروا البغال والحمير او الاحصينه كيضحك معهم بطبيعه الحال انا شفت واحد الجهه يلا وصلوا داروا الطوموبيلات ديال 45 مليون الواحد عضو في المكتب ديال الجهه لاش غيحتاج الطوموبيل ديال 45 مليون ما تقدش واحد الطوموبيله ديال 17 مليون يدور بها الجهه كامله وفعوط من ثمن وحده نشريو ثلاثه ونخفوا على الميزانيه ديال الدوله ما كاينش هذا الشيء في الثقافه ديالهم في الثقافه ديالهم المسؤوليه تساوي الانتفاع تساوي الاستمتاع تساوي الاخذ تساوي الاستغناء تساوي توجد للمستقبل ديالك ترجع دير علاش ترجع والو ها الاخوان ديالنا عاودوا شوفوا الثروات ديالهم جميعا اشنو هو اللي تغير في الحياه ديالهم وكاين فيهم اللي بقى وزير 10 سنوات الاغلبيه ان كانوا قد فعلوا شيئا اكتسبوا بيتا يسكنون فيه